سلام البنات، كيف ما كتشوفوا جيت للدار وعقمت الخضره ومسحت القضيه وكل شيء، وغنبداو اليوم لابد نشارك معاكم الدنجال الفارسي. اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير. كما كتشوفوا شديت الدنجال قطعته على جوج وحيدت القلب ديالو، ومن بعد كبيت عليه زيت العود وخشيته في الفران، ووجدت الطغميره ديالي بالبصله وفلفله وقطع صغير، وشحرتهم مزيان في هذا في البوطه مزيان. ومن بعد درنا تطاب كل شيء وجد العطريه وداك الشيء. من بعد نخلي لكم المقادير ديال لاصوص. من وجد كل شيء كبيت عليه صوص طوماط، ومن بعد نخشيهم هذا الشيء. هذا الشيء اللي وجدت نخشيه في الثلاجه باش الدنجاله تبقى محافظه على الشكل ديالها، حيت دابا باقا سخونه يلا جبدتها من الفران كما كتشوفوا. ومن نعمرهم نوريهم لكم ونكملوا الدنجالات ديالنا البنات. نعمرهم بهذه الطريقه، هذه هكا معلقه هكا، وناخذوا الفرماج وندردرهم عليهم هكا. حاولوا وضروري ما يطيح، بحال هكا تنكملوا المجموعه كامله، نكملوا الدنجال كامل ونخشيو في الفران. من ثانيه البنات نوريكم النتيجه النهائيه. هما عمرتهم بهذه الطريقه. بغيت نضيف لكم واحد الحاجه البنات، اللي ما بغاش دير فيهم كتبقى العماره اختياريه، اللي بغات دير المطيشه ديرها، اللي ما بغاتش ديرها ما ديرهاش، بغات دير غير الخضره على حسب كل الذوق ديالو. المهم دابا بقات لي غير نخشيهم في الفران، نحمرهم ونحاول نشعل عليهم الفران غير من الفوق، حيت حنا الهدف ديالنا ان الفرماج يتحمر ويعطي واحد المنظر زوين، ونتلاقاو في النتيجه النهائيه ان شاء الله. وهذه النتيجه النهائيه البنات، كما كتشوفوا كيجيو هكا محمرين من الفوق. وبالصحه والراحه، ونتمنى هادشي يعجبكم وتسمحوا لي على الاغلاط